يعني أول ما بدأ القضاء الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحل مشاكل الناس، بدأ لما زاد الفتوحات الإسلامية بدأ يودي ولاه على أساس هم يفصلوا. أول من عين قضاء عمر بن الخطاب، بقى عين كلمة قاضي، قاضي يفصل في المنازعات بين الناس وحل المشاكل اللي هي بين الناس. فالإسلام بداية الإسلام هو أنشأ القضاء، كلمة قضاء كلمة كبيرة. عشان كده يا جماعة القاضي ده قوي صلب، وأنا بقول لك القاضي المصري من أنزه القضاة اللي موجودين في العالم. يعني بعض الجامعات الإرهابية حاولت تهز الثقة في القضاء المصري، وبدأت تهتف ضد القضاء المصري، وبدأت تشكك في القضاء المصري. قوة القضاء المصري في مجلس القضاء نادي القضاء في المستشار الزند، وقوته معاه أعضاء مجلس الإدارة. شوف الوقفة اللي وقفوا ضد مرسي وهو كان رئيس الجمهورية، وهو بقى يعملوا اجتماعات على أساس وقفوا ونادوا بتغيير محمد مرسي. قوة القضاء لما تعين النائب العام الجديد وشالوا المستشار مجيد محمود. طيب خلينا ناخد مستشار